هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرها تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرها تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة ايش جاب هذا بعد؟ سليمان من هذا وايش كلامك انت فور مالك فيك؟ اها اها وتخلوش مريحه من اللي اتفقنا عليه. انا وعدني لا توصي حريص. افا عليك بس يا سليمان حبيبي، احنا ما صغار عشان توصينا. يا هلا يا هلا يا هلا بالمهندس مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اما انها صدفة غريبة، انا ومبارك نتلاقى في سمايل. لا وما في سمايل وبس، وعند الشريعة بعد. لا ما صدفة، لاني سألت عنك في البيت وقالوا لي انك رايح مسقط، فتوقعت انك تمر سمايل. اما انك غريب، وش معنى سمايل بالذات اذا ما كنت في مسقط؟ لاني كنت اعرف ان لك اصدقاء في سمايل. ايوه ايوه انا نسيت، عارفك على اصدقائي. خليفه. اهلا. بدر. شرفنا. هذه الاسماء ما غريبه علي، اظني هذيل الشباب هم اللي قلت لي انك رايح تكفلهم في مركز الشرطه لما. ايوه عليك نور، هم هذيل. انا عاتبك يا سليمان. نعم عاتبك، عندك صديق ذكي وطيب لهذه الدرجه وما تعرفنا عليه. ترى الناس اللي مثل هذيل الأذكياء يعني لهم طابع خاص، ما يتعاملوا مع الناس كثير واحتكاكهم بالناس قليل. هذا مدح ولا ذم يا سليمان؟ طبعا ذم ذم. خذ مثلا أنا، يعني
هني الناس في سمايل دايما يذموني، تصور يعني دايما يقولوا عني ذكي. لا 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 يا خليفة، حرام، ما حد يقول عنك هذا الكلام غير والدتك. خلاص خلاص يا جماعة خلاص إن شاء الله. بس أنت ما قلت لي إيش جابك من السرور؟ بغش المي في هذه الزقاقة من الفلج. كيف أنت صار في عقلك شيء يا مبارك؟ أيوة. ها؟ أيوة، عقلي يقول لي اهتم كثير بالمياه الجوفية في السلطنة واعمل بحث خاص عن التلوث. أنت أكيد صار لعقلك شيء. أنت إيش يخصك بالمياه الجوفية؟ تو مو ذي الحالة، مو ذي الحالة، تراها مياه جوفية وتحت الأرض ساكنة، أنت مو دغولها. يا أخي هذا ما شغلك أنت، على ما أعتقد أن هذا شغل الدولة. يعني المياه تتلوث ما تتلوث، أنت إيش يخصك؟ مو يخصني يا مهندس سليمان، هذه بلادي ولازم أخدمها. هو 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 هو، أشوف الحمية خذتك يا مبارك. أشوف إن خذت الحمية حبيبي. إحنا نفس الشيء، مواطنين حالنا حالك ونحب بلدنا الحمد لله رب العالمين. وأكبر دليل على كذي إن واقفين الحين إحنا نتمتع بجمالها. ولا ليش جايين الشريعة يعني؟ كله كله يا خليفة كله. من حقك تتمتع بجمال وطنك يا سليمان، وحق وطنك عليك إنك تقوم بواجبك اتجاهه مهما كان موقعك أو عملك. أنا يا أمي سألت بعض الأخوة المزارعين وشاروا علي إني أشيل المحصول كل أرباعة وأبيعه في العرصة بالجملة. أها ليش بالجملة؟ بيعه شوية شوية على راحتك. يا أمي أنا لو قمت أسوي مثل ما تقول الحين وأبيعه شوية شوية وبالكيلو حبة حبة، أكيد بخسر جزء كبير من هذه الخضرة اللي بتضيعها الشمس والهواء. فأحسن لي مو أسوي إني أجمعها كلها مرة واحدة وأبيعها بالجملة في العرصة. صدق ناصر، كل أصحاب المزارع يبيعوا بالجملة. والنعم فيش يا زيانة، أنا أشوف كيف البيع في المصنع، كلهم يبيعوا بالجملة، يعني ماشي قطعة قطعة. ولو قام ناصر أخوي يبيع بالكيلو كان بيخسر ويتعب في نفس الوقت. كلام فاطمة صحيح يا ناصر، لأن الواحد لما يمسك المبلغ مال 5 أو 10 ريالات ما يعرف كيف يحسبين، لكن لما يمسك المبلغ كبير مرة واحدة يعرف كيف يستثمره في شيء ثاني. أوهو دورتوا لي برأسي والله. أقول ناصر، نعمة، إن شاء الله يوم تبيع المحصول لا بنصلح أول شيء البيت. هي لا تنسى ترى أنه ورانا عرسك. يا الله أنت ذاك اليوم بفارق صبري. وأنا جالس أفكر في أني أجهز المزرعة مثل ما قال المهندس مبارك. أنا حلمي وطموحي أني أشوف مزرعتنا فيها الري بالتنقيط مثل ما قالوا في التلفزيون، وحلمي بعد أني نزرع الخضرة تحت اللحاف. زين وكم يكلف هذا المشروع؟ والله يا أختي بيكلفنا ما بين 2000-2500 كمرحلة أولى للمشروع. ومحصول السنة هذه كم بيجي تقريبا؟ أعتقد يعني بين 3000-3000 وشوي إن شاء الله. إيه عقبته كل شيء نقدر نسوي، بنصلح البيت وبنصبغه وإن شاء الله بنقول حال عرسك يا عرس دخل بيتنا. زين زين زين، قول لي لوين وصلت الخطة؟ تمام يا أخوي يا سليمان، ماشيين صح. والتاجر قاسم ينتظر الإشارة منها. أهم شيء عندي الدقة، إذا ناصر نجح في تسويق مزروعاته بيكون هزمنا وفشلنا فشل كبير. أنا وبعدني أنا فشل؟ أنا مراقب مزرعته أول بأول. عجب في الوقت المناسب. خبروا قاسم وخبروني أنا بعد بكل التفاصيل. إيه بس اسمعني يا سليمان، أنت لازم تختفي من هذه اللحظة. أيوة بس اللحظة اللي أنتوا ضربوا فيها الضربة أنا لازم أسوي لي إثبات وجود في مكان ثاني. ها وين أوصلكم؟ إيش رأيك؟ الله يسلمك، احنا اتفقنا ان باغين نمشي شي من هالفنادق مالت 5 نجوم هذه. ولا احنا يعني اقل منها؟ هو انت نسيت الخطة يا خليفة؟ مو نروح نسوي في مسقط؟ من يراقب المزرعة؟ اي والله عندك حق فعلا صح. لا بس احنا كنا نتمازح يعني نتمازح، انا كان قصدي على اعتبار ما سوف يكون بعد ما تحطموا لي ناصر
من عيوني بجلسكم أحلى جلسة في أحلى مكان. وش نتيجة التحاليل يا دكتور؟ مرض السكري، والعجيب أن المرض واصل لمرحلة متقدمة وما أظن أنه يتعالج. لا حول الله. إيش يعني يا دكتور؟ يعني جلس ينتظر المرض لحد ما تعمق فيه. معقولة ما كان يشعر بالمرض؟ لا دكتور، هو كان دائما يترخص من الشغل ويجي البيت ويقول تعبان يجي وينام. يا جماعة، هذا المرض إذا أهمل فيه بيكون مرض خطير جدا. لكن هو ليش ما راجع الطبيب لما حس نفسه تعبان؟ مسكين، ما كان يحسس زوجته أنه مريض. هو كان يقول لي أنه تعبان من الشغل، هو كان يقول لي أنه راسه يدور، بس مسكين ما كان يظن أنه مريض. المهم يا دكتور، احنا نريد نطمن عليه، كيف هو الحين؟ درجة السكر واصلة عنده 450 درجة، وهذا يعني ان السكر مرتفع عنده جدا. اقول دكتور، هذا مرض السكري مرض معدي؟ لا لا ابدا، السكري ما معدي. هذا المرض ناتج عن ميكروب، هو عبارة عن خلل في نسبة وجود هرمون انسولين في الجسم، فلما ينقص هذا الهرمون يحدث الخلل. عفوا، يمكن هذه الأشياء ما تعرفونها زين انتو، ولكن المهم انه المرض هذا غير معدي، ومهم جدا ان مريض السكري يعرف طبيعة مرضه، وكذلك بصفتك انت زوجته لازم تعرفي طبيعة مرضه ايضا علشان تعرفي ايش تطبخي له وايش ياكل. يا دكتور، انا ما مقصرة معه في شيء ابدا، حتى هذا ولد اخوها قدامك سأله قبل لا يروح أقهوي بتمر، ويوم يرجع أجيب له التمر مثل ما يقول لي، مسكين يحب التمر واجد. وهذا هو اللي فيه السكر، التمر ما زي المريض السكري إذا تناوله بشكل مبالغ فيه. وابوي، التمر ما زين؟ كان احنا طول عمرنا ناكل تمر ليل ونهار والحمد لله رب العالمين، ما استوى لنا شيء. أبوه علا بعد لا تقولوا أنا مسويت له المرض لأني أعطيه تمر، لا ولا أهله بيقولوا أنا اللي مرضت له. هي إيش هذا الكلام يا خالتي نصر الله يهديش؟ عجب إيش؟ الصحة والعافية من الله سبحانه وتعالى، ولا أنا بتقولوا أنا جايبت له المرض ها؟ يا بنت الحلال، ما حد قال منك أنت، أنا كنت أقصد أن أي مريض لازم أهل بيته يفهموا طبيعة مرضه علشان يقدروا يساعدوه، وخاصة مريض السكري. وبالمناسبة مريض السكري لازم يبتعد عن الطعام اللي فيه سكريات ونشويات، والزعل بعد ما حد يزعله لأن الزعل يأثر عليه. وابوي، أنا أزعله؟ أنا عمري ما زعلته في شيء أبدا أبدا أبدا، حتى هذا ولد أخو قدامك ها سأله. هنا أنا بصراحة هذا الأكل ما يعجبني. هذا الأكل مناسب وما بيرفع عندك السكري. الله يخليش، نادي لي زوجتي نصر وخبريها تجيب لي الأكل من البيت. أنت ما تحب أكل المستشفى؟ بصراحة لا، مرات صحة الإنسان وسعادته في الأكل اللي ما يحبه. صدقني هذا الأكل مفيد بالنسبة لك كثير. على الله، يلا بسم الله، بالهنا والشفاء إن شاء الله. إيه المسكين، ما تعرف أن طول عمري عايش مع نصرة. والله ما عارف كيف أقدر أتعايش مع هذا اللي اسمه رافي يا سيف. يعني أفهم من كلامك أنه متعبنك؟ ما مشكلة متعبني يا أخوي، لكن أنا حاس إنه يلهف من ذا الغواز اللي عنده. يعني يدينه خفيفة؟ والله ما أعرف إيش أقول لك، أنا إذا عيني هذه غرتني ونعفتي هذه ما شمت، يمكن هذا القلب ما يكذب. لكن يا خلفان، أنت متأكد إن الرافي ذي سرقك؟ ما
متأكد لكني وحدي أشوف الغواز اللي عنده. صارت ما على أي حال ناقصة. إيه بس يا أخوي أنت بظنك هذا الظلمة. يمكن يقول لك الرجال إنه ماشي شغل هالأيام، ماشي زباين. ما أعرف الله يا سيف. والرأي اللي مع قلبي هذا اللي ما يكذب. الرأي اللي مع قلبك اللي ما يكذب يا خلفان، مو رايك نسوي له فخ؟ كيف؟ أنا بدال لي كيف. كردة 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 مين بيريد كردة؟ يلا يلا كردة موجود كردة موجود مين بيريد كردة؟ فكر يا ريه بالك فكر يا رك ريه بالك فكر يا رك ريه بالك كردة 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 مين بيريد كردة؟ مين بيريد كردة؟ يلا 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 كردة موجود كردة موجود مين بيريد كردة؟ مين بيريد كردة؟ مين بيريد كردة؟ يلا 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 كردة موجود كردة 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 موجود 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 كردة موجود هات مو بيريد واحد ريال اي موجود موجود بسم الله بسم الله بسم الله واحد مية سنين مية ثلاثة مية أربعة مية خمسة مية ستة مية سبعة مية ثمانية مية تسعة مية إيش تقول؟ تسعة مية تسعة مية تسعة مية تسعة مية قول تسعة مية تسعة مية الله الله يرحمش يا لغتنا العربية هات الباقي هات هات الباقي خمسين بيسة بس خمسين بيسة على ريال واحد يا ظالم واللي قبلك ياخذ 25 بيسة أرباب زمان الهين غير من زمان قديم دنيا زمان غير اليوم دنيا واجد غالي كردة 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 يلا يلا فكر يا كريم بالك كم خذ عنك؟ خذ عني 50 بيسة 50 بيسة؟ اي نعم يلا كردة 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 رافي أرباب السلام عليكم تعال هنا السلام عليكم أرباب شفتك تخرج حال واحد كم خذيت من عنده؟ في شوية فلوس كم يعني كم؟ 25 بيسة بس زين هو كم فك عندك كم؟ ريال واحد يعني انت خضيت في الريال 25 بيسة بس ينام مزبوط ينام مزبوط يا كذاب انت تعال تعال خاين قسم كم خذ منك؟ خذ مني 50 بيسة كم خذت منه؟ 50 بيسة 50 بيسة ها؟ يا عديم الضمير 50 بيسة وتقول لي هناك 25 بيسة ها؟ ما في هات الفلوس هات الفلوس هات الجبل ما ما في ما في ما في ما في طب طب طلع عليك ما في والله طب. والله رباب ما في والله والله ما في ما في رباب والله 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 رباب ما فيها يا عديم الضمير سلمتك الأمانة وتخونها لكن الحق ما عليك الحق علي أنا اللي سلمتك رقبتي غيب عني غيب عني نصاب شكرا يا بنتي شفا إن شاء الله بغيت اسالك يا بنتي انت من هين؟ من هصاص من وين؟ من هصاص هصاص؟ ايوه والنعم والنعم بنت هصاص ايه يا بنتي ذكرتيني بجه هصاص ترى يا بنتي جه هصاص معروف كل مكان جه هصاص سكر عذب نعم عذب يا بنتي من يوم الناس ما ودروا زراعة الجح بكثرة
انتزعت البركة من الأرض. هذا كلام الشياب الله يرحمه. الأرض ما تشيل حقد على أولادها، ويوم يرجعوا ويصير عجح مثل زمان بترجع للأرض بركتها مثل زمان. هي والله يا بنتي، لما المرضى تكون بنات هالصاص وتتكلم عن جح هالصاص، الواحد يحس نفسه كأنه في بيته ما في المستشفى. وصحيح لما يقولوا ان الكلام الزين يرد الروح. تفضلي يا خالتي نصرة. وايش هذيله؟ هذيله فلوس يا خالتي. خذيهم يا نصرة، زوجش في المستشفى واحنا بعدنا اهل، ماشي بيننا فرق. وحدي ما اخذ شيء. يا خالتي يا خالتي، الناس للناس، وانا ولدكم. بعدين انا ما اريد اشوف بيت عمي ناقصنا شيء وانا موجود. معنا فلوس يا خالد، رجع فلوسك. خذيهم يا حرمة، خالد كما ولدش. وانا قلت ما اخذ شيء. تفضل تفضل يا اخوي يا خلفان، تفضل. الله يفضل عليك يا ناصر يا اخوي. احسنت، جزاك الله خير. احسن يا اخوي احسن. اسمعني يا ناصر. نعم يا اخوي، انا كما تعرف امس طردت هذاك مسمى رافي من الارض. هي صحيح. وانت بكره ان شاء الله ناوي تبيع كل محصول مزرعتك في العاصمه. نعم. طب انا يا اخوي مستبلي. كيف كيف بكره انا اقدر الحق على عرصه السمك، ولا ابيع الغنم، ولا اشوف خضرتك انت، ولا داري الخرادي؟ انا بقول لك يا خلفان، قول. انت كما تعرف ان الخضره ما تتحمل تبقى واقف في المزرعه، بتضيع. فاول شيء تسويه انك تفتح المزاد على الخضره، ومن ثم على السمك، وترى الهوايش باقي عندك طول النهار. حقيقه كلامك زين يا ناصر، لكن والاخراني خلفان احيد، ما يغلبك شيء، انت البر ما يغلبك شيء. رتب امورك يا اخي ارجوك. خلاص خلاص يا ناصر، خلاص. بكرة إن شاء الله أنا أتلاقى أنا وأنت في المزرعة. زين. وأنا أشوف الخضرة. إن شاء الله. وبعد ما نشوف الخضرة أنا تصير سيل العرصة. إن شاء الله. يا الله. عاش عاش ناصر، عاش عاش. هذا عاد آخر صندوق، ترى عاوني عاوني يديك مع يديك. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله خير. وهذا زين، هذا زين. نعمة ربك. خضرتي زين. اطمنك يا اخوي. نعم. ان خضرتك هذه نعم رايحه تجيب قيمه زينه ان شاء الله. كيف يا خلفان كيف؟ تو انت ما تشوف قدامك، الين تو ما نزلت هذه العرصه. أيوة. ولا سحاره خضره. أيوة. غير خضرتك انت. اي نعم. شوف شوف شوف، لكن عاد ما طمنت. كيف الاسعار؟ الاسعار عقد لي على الاسعار. هي. الأسعار يا ناصر في الأيام العادية، نسمع يوم يكون عادي أن الخضرة بياها خضرة واجد. نعم 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 نعم. تجيب بين 2000 و3000. معلوم معلوم. لكن هذا منها العرصة ما فيها ولا سحارة خضرة غير خضرتك أنت. صحيح. فأكيد المبلغ والسعر راح يزيد. يا الله إن شاء الله خير. إن شاء الله الله يسمع منك إن شاء الله يا رب. عسى خير. وينك يا شاري؟ وينك يا شاري؟ وين شاري؟ وين قدم؟ دوروا دوروا بالخضرة. خضرة زمايل، عليكم السلام. تمام زمايل، تعالوا دور دور دور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. هذه يا اخوان سحاحير عين الطماطم من 30 طن موجوده في مزرعه الاخ ناصر. اي نعم. ايه مقطوفه وجاهزه بس بانتظار تحميلها لمن يرشى عليه المزاد. ها يا جماعه، هذه الخضره موجوده الحين قدامكم. نعم. طازجه وجميله وتبيض الوجه، شفتوها كيفها؟ واضح واضح. ورايكم عاد الحين نبدا المناداه. بسم الله. خل ابوي توكلنا على الله. يا جماعه الخير نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هذا طماطم اخوكم ناصر 30 طن يجيب الذهب مقطوف توم المزرعه. نعم. والوحيد في العرصه. الفاني يقول بسم الله ويبدا المناداه ب 3000 ريال. 3000 ريال. 3000 ريال. خلي من يزيد 3000 ريال. اصبر. ما له خلفان عاقل ولا مجنون؟ كيف تبدا المزابنه 3000 ريال؟ ولا الخرده اثرت عليك؟ يلا تبغى ترفع السعر على كيفك. بعدين احنا اول شيء نبغى نشوف السيارات اللي وصلت الحين ايش جايبه. بعدين نادي شوفوا شوفوا فضل يا شباب.
3000 ريال يقول 3000 ريال ما تناظر وين الشاري وين الشاري ثابت ثابت 3000 ريال انا من يجي الشاري هنا الشاري 3000 ريال 3000 ريال شوف وشوف بعينك 3000 ريال شوف يا خلبان شوف يا خلبان شوف يا الحاضرين هذا طماطه هذا ولا حصى هذا يا اخوان اسمعوني يا اخوان هذا عين الطماط دار السيارات هناك هذا كيف سيارات دار السيارات نعم شوفوا ابي 3000 ريال خلبان يقول طماط ناصر ابي 3000 ريال 3000 ريال 3000 ريال يا الربع سمعوني يا الربع سمعوا يا الربع هذا الخضر مثل ما انتم شايفين دارس الدنيا نعم شايفين واللي يدفع اكثر من 200 ريال في الشاحنه بيكون خسر راس ماله وانا احذركم ب 3000 ريال طماط ناصر 3000 ريال طماط يجيب الذهب طماط طازج 3000 ريال من يزيد من يزيد من يزيد ايش هذا يا خلفان انت وين وقيمه البضاعه وين انت رايح بعيد في القيمه انا قلت ادفع بنفسي 3000 ريال 3000 ريال يا جماعه 3000 ريال من يزيد اذا عندك 3000 ريال انت اشتريه وشيل ايش ماني تسمعني انا دلال ما تاجر انا ابدا بالسعر والتجار هم بيزيدوا صدقه يا خلفان خلى عنك هذا السوالف وخلى اللي بغي يشتري هو يبدا وهو ايضا يبدا بالبزامره خلاص ابوي خلاص ما اطيح لك كلامك الارض خلى من يبدا من يبدا انا ابدا 150 ريال ابو 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 تموذي على كل شحنه اتقنا يا رجال والله اللي سمعته هذا عرصه ومزاد وكل تاجر يدفع السعر اللي يناسبه ابو 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 صلى على النبي البضاعه اللي قدامك تساوي اكثر واكثر والله انا قلت يا خلفان واللي يبي يزيد يتفضل 160 ريال ابو 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 ما قاسم تو تداري وراخد انا داري وداري زين يا خلفان الاسعار عرض وطلب وهذا مثل ما انت شايف الخضره تارس السوق وبصراحه الخضرة هاي ضارتنها الشمس واللي يبغى يشتري يشتري عليه بالعافية خلفان نعم ايش هذا الكلام يا خلفان ايش اللي بيصير في العرصة لحظة يا جماعة لحظة ابغى شوية اتكلم مع صاحب المال اتكلم تعال يا ناس تعال 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 شوفوا ايش معنى يا اخوي ناس الظهر هذا السعر اليوم ما يلك حظه السعر طايح خلفان احسن شيء انك وقف المزاد ما بيع يا اخوي بس هنا تروح بالبضاعه اذا وقفنا يا اخي وديها يا عرصه ثانيه ما تلحق ما تلحق يا ناصر اذا بغيت وديها عرصه ثانيه اضيع والراي يا خلفان انا على هذا المحصول عاقد امان كبير يا خلفان ارجوك شور علي بشيء ايش اسوي اسمعني يا اخوي انت اذا وديت هذه البضاعه مكان ثاني راح ترميها في درام الكشاف لكن انا اشير عليك شيء انك تنتظر هنا واللي يجي من الله حياه الله ربي يلا يا اخوي حاسس اني مخ ما في راسي ايش اقول حال اخواتي وامي ايش اقولهم ما تخاف ما تخاف قلت لك اللي يجي من الله حياه الله خلي تعال انتوا يا جماعه شفتوا خلفان يقول 160 ريال 160 ريال خلي من يزيد 160 ريال 170 ريال 170 ريال عاش 170 ريال من يزيد 170 180 والنعم والنعم فيك 180 ريال 180 ريال قال 180 ريال ما حد يزيد من يزيد 190 وصلى على النبي يا خلفان اللهم صل وسلم عليك يا نبي قال 190 190 ريال اسمع يا خلفان اسمع اسمعني زين خلاص اسمعني هذه المزابنه مال 10 10 و5 5 هذه ما تنفع وانت سامع التجار ما يزيدوا عن ريال ريال و5 5 لكن انا بقطع السالفه كلها وبقول ب 300 ريال وبيسه حمراء ما تشوف بعدها 300 ريال قال قاسم 300 ريال ما حد يزيد ما حد يشتري ما حد يزيد عن 300 مبروك عليك يا قاسم نجح 300 ريال الله يبارك فيك ولو ان البضاعة ما تساوي هذا المبلغ لكان موسم دير مجنون دراج يلا على العموم ان شاء الله دلالتك موجودة وحاضرين الو الو نعم الو ما ها من فاطمة ايوة كيف حالك ما الحمد لله كيف حالك بنتي الحمد لله اقول ما ها. ناصر جاء من العرصة ولا بعده لا يا بنتي بعده ما جاء خير ان شاء الله يا امي ما في شيء لا تخافي بس انا كنت بغيت شيء وخجلت اطلب منك لا لا يا بنتي قولي مو هناك
بغيت 20 ريال من معاشي. قلت ما في أخذ البيع اللي حصل اليوم إن شاء الله، وما أعتقد إنكم بتحتاجوا من معاشي 20 ريال. يا بنت الحلال، نحن من متى نحاسبش ومتى حاسبناش؟ والله يا أمي عارفة هذا الشيء، لكن نفس الشيء عارفة ظروف أخوي ناصر. لا 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 لا، أنت اشتري بباقتنا وإن شاء الله يوم بيجي ناصر من العرفة بنشوف الأخبار السارة يا بنتي. زين، مع السلامة. تمام. لا سليم يا أخوي، التعامل مع الآلة غير عن التعامل مع الإنسان. نعم. الإنسان ممكن تقدر تحمله عصا وتجبره على فعل أي شيء، لكن الآلة هذه مصنوعة بالطريقة المرتبة عند الناس اللي اخترعوها. فعلاً يا سلطان. لذلك يا سليم، إذا كانت هذه الماكينة خربانة خليها، لا تجلس تعبد بها، ويجيب الإنسان اللي يفهم فيها ويقدر يصلحها. معك حق يا سلطان، معك حق. ان شاء الله ان شاء الله جايه. هلا هلا ولدي، جيت. ناصر ناصر، مالك؟ خير؟ مو فيك؟ ناصر مالك؟ تكلم مالك، مو فيك؟ خوفتني صاد. مو زي ناصر. هذا اللي يطلع لكل واحد منكم. ايش هذا؟ 50 ريال للواحد؟ خاف ربك يا رجل، خاف ربك يا رجل. 50 ريال ما سداتنكم؟ 50 ريال؟ 50 ريال لكل واحد؟ واحنا عارفين انك متفق مع تاجر ثاني في عرصة نزوة واشترى منك كل طن ب50 ريال، يعني ربحك 34 ريال لكل طن يا قاسم. وانتو تحسبوا نفسكم شركائي ولا ايش؟ ما قلنا شيء، لكن يا قاسم انت اطمعت علينا. لا، اكثر من هذا ما تحصلوا. انا اللي غمرت وانا اللي اشتريت وانا اللي خططت ونفذت. انتو ايش سويتوا؟ ها؟ ايش عملتوا غير انكم خبرتوني؟ لكن يا قاسم، عاد شوي انت عاد بحبح الامور شوي. ولا بيس، يلا انقلعوا من قدامي. حاضر حاضر يا تاجر قاسم، بننقلع، لكن بنشوف من اللي بيقلع الثاني من على وجه الأرض. يا أبو شنيب، أدب أدب. الله، زول مقدامي، زول مقدامي. طيب هنيني يا نخلة، هنيني. والله لو كان ليش لسان كان هنيتيني. شوفي شوف، هذه كلمة ولدي خليفة، ولدي خليفة، أنا خيطنها بديني. ولدي اللي ريحني من التعب، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوم الله رجع له عقله، هو دار الدوارة، هو دار اللعب. هنيني يا نخلة، هنيني. هي يا ولدي، هين تعبنا وهين شقانا، تعبنا راح وشقانا غاب، كيف أقابل الناس
وكيف أقابل أختك المسكينة اللي توها طالبة مني 20 ريال، ولا المزرعة اللي يبغى لها تصليح، ولا البيت اللي ما في شيء، ولا العرس اللي ينتظرك يا ولدي. الله يصبرنا يا أمي، الله يصبرنا وفوضي أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. والنعم بالله يا ولدي والنعم، وما نشكي همنا لغيره. يا الله، والله انها بلي، ويعلم الله انها فعلت فاعل. كيف؟ خلفان المسكين جالس يقول لي انه من يوم ما استوت هذه العرصة ولا مرة صار فيها اللي صار اليوم، وكان متأكد انه ربحان، لكن فجأة انقلبت كل الأحوال. خلفان قال لك كذا؟ اي نعم خلفان. لكن يا ولدي من له مصلحة يلعب في الأسعار كذا؟ واحد يبغى يدمرني. يدمرك انت؟ ومن هذا؟ ما اعرف يا امي، انا قلبي حددني وشاك في هذا ابو يسميه خليفه. خليفه؟ وانت ايش ثبت لك يا ولدي؟ لان اليوم قال عرصه يا امي، وخليفه هذا ما متعود يطيح على عرصه البر. لو فوق هذا كان يزابل مع الناس. خليفه؟ لا يا ولدي، اذا كنت ما متاكد لا تظلم الناس. الو نعم. هلا سليمان. هلا مرحبا حبيبي، ابشرك. الذيب طاح الفخ. تسلم تسلم تسلم. الله يسلمك. يا نعم، والطير كسرن جلحاني كسرن. الحمد لله، وانت كيفك؟ انا حبيبي بخير الحمد لله. انا عموما سويت ابو عليا. بارك عادل عليك. بارك الله فيك. والصحة كيف؟ زينة؟ كيف صحة زين الحمد لله. انا عارف انك ما قدرت تتكلم حد معك. انزين، انت سلم لي على الشباب كلهم. ها ان شاء الله. بس اقول ترى موعدنا باكر وفي نفس المكان. لا ما اقدر. مرة ثانية ان شاء الله. يلا مع السلامة. ما أعطاني فرصة أتكلم، سكر الخط في وجهي. نعم، ومو كان يقول هذا سليمان؟ من هذا اللي كنت تكلمه يا ولدي؟ هذا واحد من الربع يا الوالدة. أكيد حد كان معه في البيت وما عرف يتكلم سيده. هو معاه حد صح، ومعذور على هذا الشيء، لكن أنا اللي محيرني ليش ما باغي لاقينا باكر. نشوفه مرة ثانية؟ نشوف شو ورانا. ألو؟ من كان يتكلم الوالدة؟ هو أنا يقول إن الرقم غلط. رقم غلط. وهذا اللي صار يا أخوي مبارك. هاي صراحة مفاجأة غير متوقعة إطلاقا. أنا أشك إنها تكون مفاجأة عادية في العرصة. هذه أكيد حد مدبر لها زين. كيف يعني؟ ما أعرف، قلبي يقول إني شاك في هذا اللي يسمى خليفة. لكن ما الله يهديها تقولنا لا تشك في حد من الناس يا ولدي. خليفة؟ مجرد شك يا أخوي مبارك. لا 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 لا، ما أعتقد أن هذا شغل خليفة. مثل هذه اللعبات يبغى لها واحد محنك وذكي، وخليفة ما أعتقد أن تفكيره يوصل إلى فعلة ذكية مثل هذه في العرصة. نعم. بعدين الله يسامحك يا ناصر، كيف تنزل كل خضرتك العرصة مرة واحدة؟ مو أسوي يا أخوي، ترى هذه غلطة وصارت، والأعواد على الله سبحانه وتعالى. لكن مو أقول لك، صدقني يا أخوي يا مبارك، صدقني إني دافع اللي وراي واللي قدامي حال هذا المحصول بحصلته، وكله راح وتعبان تعب أنا وإخواتي وأمي، تعب ما حد يعرفه غير الله سبحانه وتعالى. وفوق هذا كله يا أخوي يا مبارك، خاطب بنت العم عبد الله، أخت سليمان صاحبك هذا، وكنت عاقد أملي
إن هذا المحصول يجيب لي مبلغ زين أدفع منه المهر، لكن يلا صار اللي صار. ترى لا تيأس من رحمة الله يا ناصر، أنت إنسان مؤمن والله يقدرك وبتتزوج إن شاء الله وبتحقق كل طموحك اللي كنت باغي تعملها في المزرعة. ناصر أخوي، إذا طلبت أي مساعدة أو أي خدمة صدقني أنا تحت أمرك وما بقصر عليك أي شيء إن شاء الله. ما تقصر يا أخوي يا مبارك، ما تقصر، والنعم فيك أخ وصاحب وصديق، وأنا ما بنسالك معروفك ومجهودك اللي سويته معي في المزرعة، والله يقدرني أرد لك هذا المعروف اللي ما بنسالك إياه طول عمري. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا بالمهندس مبارك. ناصر خير؟ ايش في محصول مزرعته؟ متى هذا مستوي؟ انزين يا ولدي، وعد انا يوم شفت ان الناس عايزين جايين من عندهم قلت ها بعيد الشر، كي بيتنا تحت بيتهم واحنا ما صرنا نزورهم. يا ولدي فضيحه، وخاصه احنا هذيل جيراننا من سنين ومتربين ارباعه، ما يجوز من الله. يا امي انا احس نفسي تعبان وما اقدر، يعني ما اقدر من كثره الشغل تعبان بصراحه. ها يا ولدي علامك انت، ترى ان احنا ما بنتحقق. يا ولدي ذا واجب علينا وواجب الجار بالجار، ولو جار عليك نعم، ومن ثم مسكين ناصر إنسان طيب، نعم جار طيب وعزيز، ولو أنك سرت وطيبت خاطر بكلمتين والله أنهم بيشوفن شيفة لا، وبيقول هذا الإنسان نعم فلان وذ فلان، وبيتواصفوك وسط العرب، وإن وحدة كما بنتهم فاطمة سمعتني ما المفروض أنها ترفضك. ترى عارفينهم من هيلة، عارفينهم أنهم مغرورين وشايفين نفسهم باكل المزرعة الكحيانة اللي عندهم، عارفينهم من زمان. يا ولدي يا ولدي احنا ما نحسد حد، والله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قدر نيته. قوم انت قوم خلي عنك ذا الكلام، وبعدين من ترجع نام ولين تشبع إن شاء الله. حاضر ما نروح. أعوذ بالله أعوذ بالله، صحيح إن خبر مزعج الوالد، انت ليش ما خليتني اتكلم مع مبارك حتى اتأكد من الموضوع بنفسي؟ بصراحة هذا الخبر ضايقني واجد. لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا، انا لازم اتصل بمبارك واتأكد من هذا الموضوع بنفسي. يا سليمان مبارك ما صغير، هذا الخبر اكيد. زين الوالد، احنا لازم نروح عند ناصر حتى نتأكد من السالفة كلها. كلامك صحيح يا ولدي، إن شاء الله بنروح كلنا، هذا واجب. نادي أصيلة عشان تروح معنا. أصيلة؟ ليش بعد أصيلة الوالد؟ أنا قلت أصيلة تروح معنا. يا أخوي يا خلفان. نعم. ترى اللي استوى الناصر يعتبر مصيبة. مصيبة؟ هذا خسر في تعبه وشقاه اللي كان معتمد عليه. شكي. والدنيا تراها كذاك. والله يعلم ايش اللي بيستوي باكر. يلا الله يكون في عون الجميع يا عم حمود. اتصدقوا اول مرة اشهد مثل هذا الموقف، واشوف قدامي العصا تنقلب الفوق تحت وانا ما قادر اسوي شيء. اتصدق يا حمود، عوين كأن حبل والتف على رقابنا انا وناصر. الله يكون في عون الجميع ان شاء الله. اتصدق يا عم حمود، نعم، ان الثمن بو حصلته من هذا المحصول كل ارباعه ما يكفي قيمه السحاير واشتريتها واجره سياره ونقلت هذه الخضره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه والله جاي. يا الله. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام سيدي. الله يعوض عليك. احسنت ناصر. يا مرحبا. كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. الله يعوضك. تفضل قربوا غدفوا غدفوا. السلام عليكم. سلام خالتي. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. الله يعافيك. يا ولدي عاد يوم سمعنا الخبر يلنا فؤادي تقطع عنا، ما تستاهل يا ولدي. الله يخليك. خبرك المال يتعوض. سنت. لكن الحمد لله البقاء والدوام لله. الله كريم. أي ولدي خليفة قاعدين. قال ما يستوي أخوي ناصر كذاك وأنا ما أصير أزور. ما تقصر. تفضل أمي هناك في المجلس. هناك داخل. أحسنت أبوي أحسنت. يلا. بسم الله.
تفضل. صالحة قهوي. أحسنتي يا أختي يا رحمة، أحسنتي. والله يفك لكم ضيقتكم إن شاء الله. لا أظني يا أختي يا رحمة أني نوام متقطع فوادي على ذا الخبر. والله لو أني أعرف هذا الإنسان اللي سوى ذي الفعلة يأني بخبر والدي خليفة يقلع لعينه. نعم أنه فيني غميضة عليه. وليش أظن؟ لا أظني بعد أني أنا زعلانة يومكم رفضتوا والدي خليفة حال بنتكم فاطمة. سمعيني يا صالحة، تو ما وقت ذا الكلام. الله يخليك يا أخوي ناصر، الله يسلمك. عاد أنا جاي مع الإخوان وأنا شخصياً جاي أقول لك أني حاضر ومستعد وجاهز باللي تأمر فيه واللي أنا أقدر أسويه عشانك. ما علي يا خليفة، ما علي. مثل ما قالت الخالة صالحة، المال يتعوض. لكن صدقني اللي سوى هذه السوايا ما بيفول من يدين البر وما بيلاقي خير أبدا أبدا يا خليفة. لا ولا تهتم، لا لا تشيل هم أخوي ناصر. عموما يا أخوي ناصر، خليفة سبقنا بالخير وإحنا يا أخوي كلنا أخوان وأهل وجيران يقولوا يعني. وبعدين يا أخوي تطلب أي شيء إحنا حاضرين، ترى ما يردك غير لسانك. نعم. والمال يا أخواني اللي ما يفرج هم صاحبه ما في فايدة البر. صحيح. والنعم فيكم يا شباب، والنعم فيكم. أقول يا ناصر، قول ترى أخوي اللي عندك ما يضيع، وإذا باغي فلوس ولا محتاج شيء إن كان ترى جيب خلفان مليان ما تقصر. ما تقصر يا خلفان، ما تقصر. وترى يا جماعة الحال مستور الحمد لله. أبا وش ما عندي نظر تو أنت عن كنت حسب إن الخراد فلوسه ما يضولن بالعكس يا أخوي. الحال مستور نعم، والجيب وجيب خلفان مليان ما يردك شيء لسانك وأنا تحت أمرك. الله يزيدك إن شاء الله. وأنا جارك يا ناصر، وترى ما بيني وبينه غير الفلت. أشهد. وحق الجار على الجار يا ناصر. نعم أنت يا عم محمود، والنعم فيك، والنعم فيكم يا جماعة. هذا اللي محيرني يا دكتور، أنت تقول السكري والمرضى تحذرني عن التمر وعن الجح غير عن مو اسمها النشويات. هي النشويات. دكتور ممكن تخبرني شوية عن مرض السكري؟ إن شاء الله بخبرك، بس بعد ما تأخذ الإبرة. حاضر يا دكتور. هات الإبرة سيستر. يلا عاد أختي رحمة، أنا أقوم أسير عنكم البيت. جالسين ها عبي يكون أسير أحسن، لك معي شغل، كان بخاطركم شي خبروني. لا أحسنتي. زين عقب يلا دام فضلكم، يلا يكون فرق هم كل مؤمن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، سامحوني. يلا يلا هون يا هي ويا بنات متفقين علي. زين انا مو اقرا لكن يلا ساكن يسدون بوقي عم ما يزعلوا. اسمع خدته هنا مديري خليفه وخليفه الولد تنهمني برا. يلا نستاذن. يا خليفه سلم خليفه. مع السلامه. احسنت. سريح يا جماعه، سريح. تفضل سريح. الله يريح قلبك يا ناصر. الحمد لله. ما ناصر؟ ما هلو؟ هين وصل؟ خليفة. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل.
اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر طال حبله أو قصر وانت يا ابن آدم تختار تختار بين الدربين ربك عطاك العقل والسمع والعينين هذه الحياة ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير واحنا يا ابن آدم نختار نختار بين الدربين ربك عطانا العقل والسمع والعينين هذه الحياة